على الكاميرا يعني. عرف نفسك. بص كمال لمعي. اتفضل. ومقاتل سابق في 73 في الجيش الثاني فرقه 18 اللي هو 90 مشاه. تمام. واخد بال حضرتك الحاجات اللي اتعملت فينا في قلب المسبيرو. انا كنت موجود ساعه المسبيرو. كنت موجود. انا ماتوا اتنين قصاد مني المدرعه دهستهم في عربيه واقفه قدام المبنى اللي قبل التلفزيون. المدرعه ماتوا قصاد مني وانا سحبت بنت وانقذتها وراجع ربنا قلبه والمدرعه ولعت. واحد نزل من المدرعه وابونا خد واحد فداه بيقول له احميني يا ابونا ده قدام عينينا. التاني اللي هو مات في قلب المدرعه اللي هو اتحرق ما رضيش يطلع. ده مقاتل ده بيسوق مدرعه مش واحد سرق عربيه او ومشي بيها. اللف والدوران بتاع دي احنا كنا بنعملها في الجيش بنحارب وكنا بنهرب من مقاتل. اللي حصل ده والمشير يقول ان دول سرقوا دبابه او سرقوا مدرعه ده عيب عليه. ده اللي بيبيع سلاحه في الجيش بيحاكم محاكمه عسكريه. فعيب لما يعني مشير ويقول الكلام ده ودعار علينا. شكرا. عفوا يا فندم. انا اقول لك نازلين من اتحاد شباب مزبيرو. انا عايز اقول دلوقتي احنا طالعين من دوران شبرا مظاهره سلميه تامه. اللي حصلت في مزبيرو دي مجزره. ما فيش اكتر من مجزره اصلا. اللي حصل لك حاجه؟ انا بس رجلي بس متعوره يا نوته بسيطه وكدمات في ظهري. دلوقتي انا صاحبي ميت قدام عيني بالمدرعه. اسمه واكل مسعد. ميت دلوقتي مخه طلع خالص. دلوقتي احنا كنا لابسين كفنا وانت شفتونا وصورتونا كنا كاتبين شهاده تحت الطلب وفي كذا واحد وهو لا ميت بكفنه. احنا دلوقتي مش عارفين نعمل ايه. بنقول المشير طنطاوي ايه اللي بتعمله فينا ده. الجيش ده هو اللي حمى الثوره في 25 يناير وبيجي يضربنا احنا عشان احنا اقباط بس. دلوقتي احنا مش هينفع الكلام ده. بيدوس علينا زي الفراخ شويه فراخ كده بالظبط. حرام عليك وبقول لك ارحل يا مشير. أنا يعني بالنسبة للبيانات اللي طلعت من الجيش إن الأقباط هجموا على الجيش وضربوهم وقتلوهم. هو ده جيش 73؟ هو ده جيش أكتوبر؟ هو ده اللي هيحمي حدودنا لما شوية أقباط عزل يخبطوا فيهم ويقتلوا فيهم وياخدوا منهم مدرعاتهم وياخدوا منهم سلاحهم؟ سؤال للمشير نفسه. عيب قوي لما تطلعوا تقولوا إن الجيش المصري ضعيف بالدرجة دي سخيف بالدرجة دي. أما بقى بالنسبة للمجزرة فمنهم لله منهم لله وعدالة السماء موجودة. شكرا. عفوا. يلا عرف نفسك. أنا مجدي صبر المحامي. ما كنت موجود في وسط الأحداث. أنا بطالب من هنا برفض طبعا كل اللي قاله التقرير اتقال الصبح على يد المؤتمر الصحفي. وبطالب إن المشير إذا كان بيعرف العدل الصحيح بحاكم قائد كتيبة الإعدام. بعتبر القائد بتاع الوحدة اللي كان موجود هناك ده قائد كتيبة الإعدام. لأن إحنا عم المجزرة وإحنا قلنا له من فضلك حاسب على أولادنا كلها. دي أولادنا وأولادك أولاد واحد. لكنك بتكلمه وبعدين شحن الولاد هناك وقايل لهم دول 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 حرق القران. فانا قلت للعسكري بيقول لي كده قلت له لا قال لك كده كذاب وانت كذاب. لان ما فيش حد يعرف ربنا يحرق حاجه خاصه بمقدسات حد ويحترمها. فازاي تبقى عامل كده؟ انا من هنا بطالب وبناشد كل الناس. طبعا كان في مسلمين موجودين وهم يشهدوا بكده واخواتنا المسلمين كانوا موجودين معانا في كل وقت واتضربوا معانا وكل حاجه معانا. بس انا بطالب الناس المسؤوله عن مصر اذا كانوا بيخافوا على مصر يبتدوا يظبطوا ظروفهم ويشوفوا الكلام ده. انا احنا عندنا مفارقه عايز اقول لك عليها مفارقه غريبه. المعبد اليهودي اللي احنا كلنا بنحارب اليهود احنا بنحترم معتقداتهم برضه. لما اتضرب من سنتين في وسط البلد جابوا المتهم في شهر وحكموا عليه 5 سنين. كل اللي اعتدوا على الكنائس والاماكن العباده من سنه 1971 لغايه دلوقتي 1540 حاله اعتداء ما فيش واحد اتقبض عليها. فانا بقول فين العدل؟ فين العدل؟ فين الناس دي عايز تهديها؟ لازم تهديها. شكرا. عشان دول مصر حره. شكرا ميرسي. عرف نفسك. طارق الطيب. انت كنت معاهم في المظاهره؟ انا ما كنتش في دي ما كنتش فيها بس انا جيت على خبر حاله وفاه مينا. احكي لي اللي عايز تحكيه. بالنسبه للحادثه دي يعني حركه الطائفيه دي بقت كارت محروق. يعني انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مصر ما فيهاش فتنه طائفيه. هم بيعملوا الغلطه ويلبسوها للشعب. خلاص الكارت بقى محروق. مين اللي بيعمل غلطه تقصد؟ المجلس العسكري. كلاب مبارك اللي بيربوه من 30 سنه. النظام لم يسكت بعد، الثورة لم تنجح بعد. ضحكوا علينا وقعدونا في بيوتنا من غير ما نجني أي ثمار. ما زلنا نلاقي الويلات والويلات وسنستمر في الويلات والويلات لأن إحنا اللي غلطنا إن إحنا سيبنا الميدان. شكرا. شكرا.